ومعنا من صنعاء عبد الجندي نائب وزير الإعلام اليمني. سيد الجندي، إلى متى ستستمر هذه الأزمة المتعلقة ببيت الشيخ الأحمر؟ ومن أرجو بأنك في حديث صادق، أنا قد سمعت في التقرير كلام يحتاج إلى مجلدات في الفيديو، وأنا أشكرك. يعني إذا كان يحتاج إلى مجلدات بالتأكيد لن تستطيع أن تفيها حقها يعني. على الله يحفظك، شكرا. أنا أقول إنه الرئيس الآن وللتو وجه نداء إلى أولاد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر وإلى رجال الأمن بإيقاف إطلاق النار، ودعا إلى انسحاب المسلحين من الوزارات الحكومية التي اقتحموها واحتلوها وتمركزوا فيها. ما حدث هو لم يكن له أي علاقة بالمبادرة الخليجية ولا بقضية الرحيل ولا بشيء من هذا القبيل. هو عبارة عن خطأ حدث ما بين طاقم الأمن الذي هو موجود بجانب المدرسة وما بين بعض تجاوزات من أبناء من الحرس التابعين للشيخ صادق الأحمر. ونتج عن هذا الحرس فيما بعد يعني استخدام للسلاح، واليوم وصل عدد ضحايا من أبناء الأمن يعني 14 قتيل و29 جريح و2 مفقودين، هذا من رجال الأمن فقط. ومن المدنيين يعني قذيفة من القذائف التي أطلقوها قاعدة إلى بيت أحد المجاورين وقضت على الرجل وأبنائه كاملا، يعني بيت كاملة، وهناك العشرات الجرحى من واحتلوا وزارة الاقتصاد، احتلوا وزارة السياحة، احتلوا وزارة الإدارة المحلية، احتلوا وزارة الاقتصاد، احتلوا وزارة يعني وزارة الداخلية التي هي فعلا أمن الناس كلهم. يعني سيد الجندي اسمح لي بطرح السؤال، يعني قلت بأن الرئيس وجه نداء والآن ذكرت بأنهم احتلوا كذا واحتلوا كذا واحتلوا كذا، مما يوحي بأن الأدوار انقلبت، أصبحوا هم الجيش وأنتم المدنيين، أنا لم أفهم الحقيقة. يا أخي الوزارات فيها 3-4 جنود يحموها، وهذول يجوا في اعلام بالمئات بالالاف يعني قبائل موجودين، لكن عندما يفلت زمامهم يعني يتحول الى خلق. هذا لو كان حدث في اي دوله عربيه او اجنبيه يعني هل ممكن الدوله ان تسكت؟ وانت تقول يعني مسلحين علي عبد الله صالح، خلفتم علي عبد الله صالح، ما كانش رئيس دوله، كانه فعلا يعني شيخ من المشايخ ويتقاتلوه. هم الاثنين فاشد، هم الاثنين من بيت الاحمر، ولكن الاحزاب والتنظيمات السياسيه تحاول يعني توسيع الفجوه بينهم وتوصيلهم الى مرحله لا هم حريصين على بيت الاحمر، ولا هم حريصين على حاشد، ولا هم حريصين على يعني في النهايه اليمن كلها بتتضرر. لكن انا اتحدث عن واقعه ما جاءت مفاجئه لم تكن معده سلفا. ولكن هذه الواقعه المفاجئه، هذه الواقعه المفاجئه سيد الجندي، حسب المعارضه الدخول في هذا النوع من المواجهات، وانتم تعلمون جيدا بان الشعب مسلح والقبائل اساسا مسلحه، كانكم تجرون البلاد للحرب الأهلية التي هدد بها الرئيس، هذا على الأقل ما تقوله المعارضة. يا أخي هذه المعارضة هي استخدمت كل ما عندها من الأساليب في الإعصامات، ولها اليوم 4 أشهر كامل ولم تحقق أهدافها. لا تلقي العبء على الشيخ صادق الأحمر، أن احنا يعني نقدره ونحترمه، وأكثر واحد يحترمه في البلاد هو علي عبد الله صالح. ولا توجد معركة بين علي عبد الله صالح وبين عبد الله بن حسين يعني الأحمر، يعني بين الشيخ صادق بين عبد الله بن حسين الأحمر. هؤلاء فعلا يمنيين، وهذا في المعارضة وهذا في الحكم، ومشاكلهم المبادرة الخليجية ما زال الرئيس قاعد للتوقيع عليها، هم المعارضة الذين رفضوا حضور التوقيع وتظاهروا يعني بالكبر والغرور، والغرور هو مقدرة الأبطال، لا ينبغي لأحد أن يستسلم. هذا يعني واقعة حول أمن الناس، لا يجيز الشيخ عبد الله ولا ابنائه يعني لرجالهم بانهم يحتلوا يعني 5-6-7 ومبنى الطيران، انا نسيت مبنى الطيران، يعني تدمير احتلال، يعني ايش اطلق يعني بالحاجات ما اخذوهاش، يعني هل هذا فعلا يعني حراسه للشيخ؟ اذا كان فعلا يعني هؤلاء هم حراسه، شكرا. حتى يكون عندنا الاف المشايخ في اليمن والاف القبائل والاف، لكن احنا يعني نكبر حاشد ونشتي يعني حاشد، هذه كان نريد ان ننتقم منها المعارضه، يعني حاشد يعني عندنا قبائل بلا حدود، وعندنا بكيل وعندنا مدحاق وعندنا صحيح. المجتمع بالطبع مجتمع به عديد القبائل. شكرا جزيلا لك سيد عبد الجندي الجندي نائب وزير الاعلام اليمني، كنت معنا من صنعاء.